كرم شحاتة زخاري سليمان. طلعت من هنا من البيت حوالي الساعة 9، كنت أنا ومراتي وعيالي، لقيت مكنة جاية ورايا راكب عليها 2، فأنا أخدت المدق صغير يعني يضبط يعدي أو 2 أنا وعيالي أو يعدي المكنة. خدوني مفيش وقت، خدوني مفيش، يا دوبت هي دخلت في شارع الحلاق جري اللي ودي على بيت ابوها في ثانية، كنت اتنقلت الناحية التانية. قعد بقى ضرب فيا وبهدلة، وخدوا مني المحفظة وخدوا مني كل حاجة هم، وخدوا الأرقام بقى يتصلوا مني هنا ويتصلوا مع الصاحب كان مع الرقمين دول على أساس يجيبوا أي حد يدفع فلوس الـ95,000 جنيه ديت. فقال لي خلاص بقى انت كده حر، انا هسيبك لهم ياكش يموتوك. طلع اللي هو اخو الشيخ دوت، طلع من جيبه فلوس وراح عدي 500 جنيه واديها له وسابني ومشي. لقيت نفسي اتنقلت من البيت بعد ما هو مشي لبيت تاني اللي هو قصاد الزرع، دخلوني فيه جابوا سيخين حديد كده مش دخان كده، قعدوا يلفوا عليهم برسل وحطوا طرف سلك هنا وطرف سلك في التاني وحطوهم في الفيشه بتاع الكهرباء وقعدوا يكهربوني بيه. الشومة هنا اللي هو صاحب اللي قال لك العربية مسروقة مني، ده اللي كان مضربني بيها، أنا كسر بقى اللوعي اللي وريني ظهرك. رحت قال رفع الفان إنما وريله ظهره، راح البتاع اللي هي بتاعت العساكر السودا ديت راح حطها له في ظهره من ورا وقعد يضربوا فيها من هيك لحد ما خدوني عند الأوضة، راح دلع مية جوه الأوضة وحط طرف الكهرباء، بقيت عمال أتشال وأتنكش زي الفرخة مؤذن متفرفر جوه أوضة صغيرة كده واقفين عليها فيها. قوم راحوا جابوا عربية الزوكو وخدوني الاسم. أول ما دخلت المباحث فوق أجي أكلم ظابط المباحث ولم ياخد يعني يستجوبني، أقول له أنا عرفت فيهم اسمين فرج وأخوه، ما يرضاش، هو عمال يكتب في الورق وخلاص. بعد كده قعد يضربوا فيها فوق، يجي كمان يجي ساعة الأمنات وكانوا يقعدوا. أمناء الشرطة كان بيقولوا لك إيه؟ يقول لك المسيحي كافر وكانوا يتكلموا على مينا بيه، بس انا الكلام ده مش مرضي اقوله لمينا بيه عشان انا عارف حتى لو حصل منه لمينا بيه، قلت لمينا بيه كلمه انا ما اشوف مينا بيه فين وفين، لو اتكلمت مع مينا بيه وقلت له حاجه زي كده عارف بعد ما يمشي مينا بيه انا هتبهدل، وكنت نفسي اقف واتكلم. حتى في الاوض كانوا كل مرمي في الاوضه يقول لك ده مسيحي كافر يعني ما يتاكلش ولا يشرب معاه، هما جايه معاهم عليا، فانا مش عارف اقول لك اخد حق من مين ولا من مين. اقول له باشا انا هموت، هل عادي؟ ما انت لو مت عادي طبيعي، ده شيء طبيعي. الفك في بطانيه واجي قدام باب القسم في الزباله وارميك ومالكش ديه، ما انت كده كده اساسا كافر كافر، ادي اللي انا. فاقول لك اخد حق من مين؟ التكييف القانوني للقضيه اللي اتفبركت لكرم هي سرقه بالاكراه، سرقه بالاكراه لدراجه بخاريه، تمام. اما لو احنا جينا للمفترض اللي كان يحصل من النيابه ومن المباحث، الراجل ده اتخطف وكانت في محاوله خطف لمراته، محاوله خطف لمراته فشلت وخطفوه هم، فبقى دلوقتي الخطف ليه هو للمفترض معموله ضده القضيه، تمام. في تعذيب، ودي وكيل النيابة رفض يثبتها. الولد لما كان راح في عرض النيابة لنا كان ما طلبتش، لا طلبنا، طلبت في محضر رسمي وطلبت مناظرة النيابة العامة للإصابات الظاهرة على وجه المتهم وعلى جسمه، لكن وكيل النيابة رفض. لما نفاجأ بقى بعد كده ان هو اتخطف واتعملت له قضية سرقة، يبقى كده في كام جريمة تمت؟ جريمة محاولة اختطاف زوجته، خطفه هو، ابتزازه، وبعد كده لما خدوه وخدوا تليفونه اتصلوا بوالدته علشان ياخدوا منها فلوس، وتفاجأ بدل ما يحررولها محضر بالواقع علشان يثبتوا حق الولد، اللي حصل ايه؟ ان هما مشوهم من غير ما يعملوا اي اثباتات ليهم، محاولة من خطف الولد على اساس ان هو ده الحق القانوني. نفاجأ تاني يوم الصبح ان هو معمول له قضية سرقة بالإكراه، تمام. لما جابوا الاسم ما اتقبضش ليه عليهم؟
لان هم على معرفه بضباط المباحث. ثانيا السلفيين دول جم منين وباي وجه حق ياخدوا واحد ويعذبوك الكهرباء؟ سكرتير النيابه ده باي حق؟ ورغم ان هو من المفترض ان الراجل قضاء مساعد وكيل نيابه، سكرتير وكيل نيابه، ازاي يقبل ان هو يتاخد بني ادم قدامه ويتعذب وفي الاخر شاهد؟ وشاهد على ايه؟ على جريمه لم تحدث.